نفذت الفرق الجوالة في مكتب مفوضية انتخابات البصرة وبتعاون مع شرطة المحافظة ومراقبين من منظمات المجتمع المدني حملة في عدد من مناطق وأحياء المدينة لتسجيل بيانات الناخبين بايومتريا. مكتب انتخابات محافظة البصرة قام بتسيير فرقه الجوالة بشكل جماعي لاستهداف الناخبين في مناطقهم السكنية لتسجيلهم بايومتريا للناخبين الغير مسجلين وتوزيع البطاقات واستلام بطاقاتهم البايومترية للناخبين الغير مسلمين بطاقاتهم بايومترية لغاية اليوم. بالنسبة لهذه الخطة تأتي من خطط مكتب محافظة البصرة لاستهداف أكبر عدد من الناخبين ورفع نسب الإنجاز. مركز المدينة جاء يعتمدون أكثر شيء على فرقة الجوالة، وخاصة من صار القرار بأن البطاقة البيرومترية تكون عنصر فعال من ضمن المستمسكات الأربعة، أوكي؟ فصار لها شوية تحديث، صارت لها حركة، قبل ما كانت هاي الحركة حقيقة، كان العزوف يعني قاتل. المواطنون أشادوا بالقائمين على هذه الحملة التي وفرت لهم الوقت والجهد بالذهاب إلى المراكز الانتخابية لغرض تحديث بياناتهم، داعين الجميع للإدلاء بأصواتهم لتغيير الوجوه التي فشلت في تقديم الخدمات وأوصلت البلاد إلى الهاوية. الإخوان اليوم مفوضية الانتخابات اجوا لمنطقة نظران يم عمل المسامير أنا بيتي حاليا، وقاموا بتحديث الأوليات. الإنسان ما محدث يحدثوا له معلوماته، ولا محدث عن طريق وظيفة أو عن طريق شيء ثاني، فهذا ما إشكال به. بس الإنسان ما محدث يعني مثل عائلته كذا، عندك أحد ما محدث بالبيت، فيعني مشكورين على هاي الخطوة الجبارة يعني صراحة. وإحنا ودنا بهاي الخطوة يعني تصدر لك البطاقة وتروح تنتخب بيها يعني للأفضل العراق إن شاء الله. وفرت لنا جهد، يعني بيوم الانتخابات ما نقدر نستلم بطاقاتنا، واحتمال اكو ما عندنا وقت نروح نستلمها من المراكز الانتخابيه، فاليوم هم يجون يوزعون علينا البطايق وهاي، فوفرت لنا جهد. نتمنى من الناس ان تروح بها خاصه بهاي الفتره الانتخابات، لان على مود يصير تغيير، مصير تغيير راح يصير وجوه جديده، تحسنات بالوضع، الاستقرار هم يستمر مثل ما يقول يصير عندنا. وتأتي هذه الحملة لإنجاز أكبر عدد من تحديث بيانات المواطنين لكي يحق لهم المشاركة بالانتخابات المقبلة التي يعول عليها كثيرا، لعلها تحمل معها تباشير التغيير التي ترسم مستقبلا طال انتظاره أكثر إشراقا وازدهارا. لقناة زاكروس الفضائي ستار المنصوري، البصرة.